تعليم. شايفة دي؟ المدام اللي جات مع مدام ليلى دي بقى عايزاها تبقى زبونة المحل بس كده؟ عناية الاتنين. أي أوامر تانية؟ عن إذنك. ياسمين روحي انتي انا هكمل المدام. اوكي. تعرفي ان فتلة شعرك حلوه قوي؟ ميرسي. تصبغي عند مين؟ الحقيقه انا بعمله بنفسي، بصبغه في البيت يعني. عشان كده الشعر كله مش بنفس اللون. طب ما تجربي بقى تصبغي عندنا المره دي، احنا ما بنستخدمش غير صبغات مستورده. ان شاء الله المره الجايه، عشان المره دي مستعجله قوي. زي ما تحبي. عمال المره دي كومبليمون والمرتين الجايين كمان. ما هقول لك كتير قوي. النهارده الخميس، فرح بقى ولا خطوبه؟ ولا ده ولا ده، عيد جوازي. بجد الف مبروك. ميرسي. هتعمليه فين؟ ان دور ولا اوت دور؟ عشان ما نعملش تسريحه تبوظ في الهوا. هو فين الهوا ده؟ ياسمين. ايوه. كملي يا بنتي. اوكي. توصي بالمدام اوكي؟ ميرسي. كل سنة وحضرتك طيبة. انت طيبة. وهتحتفلي بيه فين؟ اسألي مدام ليلى، هي اللي عاملة لنا مفاجأة وعزمانا بره. ريستوران لك لوزغي. ايوه يا عمر. حبيبي. عارف من هنا؟ السنيور. طب احلفي.